تعالوا نكمل. بصوا انا حطيت فونديشن افتح شوية كمان، حطيت ماك فين كمان عشان ده كان افتح درجة عندي عشان يظبط، عشان ما يبقاش كله غامق في غامق كده مش مستاهل. ممكن احط شوية من برايمر سماش بوكس بدل ما احط البرايمر على وشي كل شوية، بما اني حطيت 1 2 3 3 حطيت 3 دروبس اخلط. اخلطي بخشبة بقى، اسمعوا اللي بقولكوا عليه، بلاش تخلطوا بحديد عشان ما يتفاعلش عشان الحرارة، فاخلطوا بخشب وهنقعد نخلط حبة حلوين كده جامد 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 كأنك بتقلبي يا جماعة. وبعدين اهو ابتدى يبان اهو اوكي. انا بالنسبة لي كده اللون حلو، لان انا ما بحبوش لا افتح من كده ولا اغمق من كده، يعني بالنسبة لي كده لطيف. بعد كده هحط دي اهي، اكبس. بعد كده اروح شايلاها ولفها من الناحية التانية اللي هي اهي، يعني اروح شايلاها ولفها من الناحية التانية، اروح مدخلاها اوكي. تعالوا نجرب الخلطة السرية اللي احنا عملناها. بيوتي بلندر لطيفة كده معاكي، الدنيا هي بيوتي بلندر يا جماعة، 70,000 بيوتي بلندر. تعالوا نجرب بس ايه الفكرة نفسها اهي. طب والله حلو جميل، انا بالنسبة لي كده هايل. عشان انا بحب الغامق شويه وطاري وناعم وريحته حلوه وفي كل المكونات اللي انا عايزاها. الله لطيف ده بقى، بدل ما تشيل معاكي 70,000 علبه فاونديشن متشكرين قوي. تدا والله تحفه. بصوا جربوها وقولوا لي ايه الاخبار. باي باي.